في هذه اللحظات أيها الحفل الكريم، هذه انطلاقة الشوط 28 من مسافة ال 1200، الشوط الرابع لفئة القعدان من مسافة ال 1200 متر، اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذا هو السليماني لسيد محمد بن سعيد القريف في أول المراكز، ولكن اللي تسلل في هذه اللحظات هذا هو أشعار أبو غنيم، في هذه اللحظات في أول مراكز ناصر لسيد فالح بن ناصر أبو غنيم في أول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز هذا هو اشقر لسيد محمد بن صالح ال سعد في ثاني المراكز، اما اللي في ثالث المراكز هملول لسيد راشد بن مبارك الشهواني مع هملول في ثالث المراكز، رابع المراكز اللي واصل شاهين لسيد محمد بن برقان المقارح، ولكن راح سيد فالح بن ناصر ابو غنيم مع ناصي واخذ ناصية هذا الشوط في هذه اللحظات، هذا هو ناصي لسيد فالح بن ناصر ابو غنيم في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز اللي واصل هذا هو اشقر لسيد محمد بن صالح ال سعد في ثاني المراكز، ثالث المراكز اللي هو شاهين لسيد محمد بن برقان المقارح، ولكن ناصي في اول المراكز، ناصي لسيد فالح بن ناصر ابو غنيم، وهذا هو ناصي وهذا شعار السيد فالح بن ناصر ابو غنيم، ولكن من الجانب الايمن يحاول ان يتسلل هذا هو رقم 12 اشقر لسيد محمد بن صالح ال سعد، هذا هو اشقر وناصي واشقر اشقر وناصي، ناصي ام اشقر أشقر أم ناصي اللي في هذا الشوط اللي هو أشقر، ويدعو ملكية أشقر للسيد محمد بن صالح آل سعد في أول مراكز، ثاني المراكز اللي ما قصر اللي هو ناصي للسيد فالح بن ناصر أبو غنيم في ثاني المراكز، التوقيت الزمني لهذا الشوط الدقيقة 48 ثانية و38 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.